السلام عليكم، نشرة منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعناوين: لجنة الأزمة وعمداء بلديات الجنوب وبلدي مصراتة يبحثون الوضع الأمني وتبعية القوى الثالثة وحل الأزمات المعيشية في المنطقة. بلدي ترهونة يقرر إغلاق الطريق مع مدن مجاورة ويتهم أطرافا خارج المدينة بتأجيج الصراع عقب اشتباكات خلفت قتلى وجرحى. لجنة التوافقات في الهيئة التأسيسية تقرر التصويت على مسودة الدستور في مايو المقبل بعد توافقات وصفتها بالشاملة حول بنود الدستور. أهلا بكم. بحث وزير الحكم المحلي المفوض ورئيس لجنة الجنوب وعدد من عمداء بلديات الجنوب إضافة إلى وفد من مشائخ وأعيان المنطقة والمجلس البلدي مصراتة، بحثوا جميعا الوضع الأمني في المنطقة والتصعيد العسكري الأخير ومحاولات الوصول إلى حل للأزمة، خاصة بعد تشكيل لجنة الجنوب. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تبعية القوى الثالثة في الجنوب وسبل حل الأزمة الأمنية بما يساهم في حل الأزمات المعيشية للمواطن كتوفير السيولة والوقود. تم الاتفاق بإذن الله بداية بتشكيل لجنة من المجلس الرئاسي برئاسة السيد وزير الحكم المحلي بالإضافة ومع مجموعة من عمداء بلديات الجنوب، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف. وتم الاتفاق في الاجتماع على الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة دون أي شروط. من جهته، أكد عميد بلدية مصراتة محمد الشتاوي تبعية القوى الثالثة المتمركزة في الجنوب لوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن البلدية شاركت في الاجتماع لأنها جزء من الحل وفق تعبيره. بلدية مصراتة ستكون طرفا في الحل، ستكون طرفا في إيجاد تهدئة في منطقة الجنوب. كما يعلم الجميع بأن القوة الثالثة هي قوة نظامية عسكرية تتبع إلى وزارة الدفاع، تم تكليفها بموجب قرار صادر عن وزير الدفاع. وقد أعرب عميد بلدية الجفرة فؤاد الرشيد عن أمله في أن تتفاهم مختلف الأطراف الوضع في الجنوب، محذرا في الوقت ذاته من النتائج الكارثية في حالة نشوب حرب بالمنطقة. نأمل من كل الأطراف أن تتفهم هذا الحدث وتتفهم الجنوب الليبي، ويعلم الجميع أن الجنوب الليبي يمثل حدود ليبيا، وحدود ليبيا في الجنوب الليبي هي حدود مترامية الأطراف. فإذا حدث حرب ستكون هناك نتائج لا يحمد عقباها، وهذه حقيقة يجب أن تصل كل مواطن ليبي من المواطن العادي في الشارع إلى قمة الدولة. قال مصدر من قاعدة تمن هند إن طيران عملية الكرامة شن غارتين جويتين استهدفتا المنطقة السكنية بالقاعدة اليوم الثلاثاء دون أن تسفر هذه الغارات عن وقوع أي خسائر بشرية. من جانبه، أكد الناطق باسم الكتيبة 201 الوليد سالم تواصل القصف المدفعي الذي تنفذه قوات بالنايل الموالية لعملية الكرامة منذ صباح الثلاثاء على المواقع التي تتمركز بها القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني. ونوه سالم في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إلى سقوط إحدى القذائف على منزل في محيط تمن هند دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأضاف الناطق باسم الكتيبة 201 أن قوات بالنايل تتمركز حاليا في محيط مدينة براك الشاطي، مشيرا إلى أن البنية التحتية في تمن هند أصبحت مدمرة بشكل شبه كامل. تم قصف قاعدة ومحيطها بأكثر من 20 قذيفة، وتم تدمير البنية التحتية لقاعدة تمن هند من المهبط الرئيسي للمطار المدني، تم تدميره وتم تدمير وحرق بعض المنازل في المنطقة السكنية داخل قاعدة تمن هند وليس في مدينة في قرية تمن هند. أكد وزير الدولة المفوض للمهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلالة أن اللجنة المشكلة المجلس الرئاسي لحل مشكلة الجنوب تتواصل مع جميع الأطراف لإيقاف الحرب، مشيرا في حديثه إلى أولويات اللجنة. أولوياتنا هي طبعا إيقاف الحرب نهائيا، إيقاف هذه المعارك بين الطرفين كلهم ليبيون، اللي الرابح في هذه المعركة خاصر، كل الأرواح تزهق هي ليبية. نأمل أن ننجح في إيقاف هذه الحرب،
ومن ثم نعمل على إدخال السيولة النقدية من المصرف المركزي، وكذلك الوقود والمواد الفدائية تنساب بطريقة عادية وانسيابية. أعلن المجلس البلدي لمدينة ترهونة إغلاق الطريق الرابطة بين المدينة ومدن أخرى خوفا مما أسماها ردة فعل الأهالي وتفاديا للمشاكل التي يمكن أن تحدث. وأدان بلدي ترهونة ما وصفها بمحاولات تدخل بعض المدن والمجالس فيما اعتبره شأنا داخليا للمدينة ومحاولاتهم تأجيج الوضع داخلها، محملا إياهم كافة الآثار الاجتماعية والقانونية والتي قد تحدث نتيجة لأفعال. كما أكد المجلس البلدي لترهونة في بيان له أن الوضع الأمني بالمدينة مستقر جدا حسب قوله. أفادت سرية حماية أمن ترهونة بأن ما شهدته المدينة من أحداث يوم الاثنين كان نتيجة تعدي بعض الأشخاص الخارجين عن القانون حسب وصفها على دورية من الدوريات التابعة لها والمتمركزة داخل المدينة. وأضافت سرية حماية أمن ترهونة في بيانها أن إغلاق الطريق بين مدينة ترهونة ومدن أخرى تم لمقتضيات المصلحة العامة وحرصا منها على أرواح الناس وممتلكاتهم، متهمين بعض الأطراف بالعمل على محاولة تأجيج الوضع داخل ترهونة. وأشارت سرية حماية المدينة إلى أن الأوضاع الأمنية داخل ترهونة تسير على ما يرام حسب تعبيرها. أكد الناطق باسم وزارة الدفاع بحكومة الأزمة معتز طرابلسي أن أسباب ارتفاع عدد المنتحرين في المدينة ما تزال غامضة حسب تعبيره، خاصة مع فشل مختلف الجهات في التواصل مع الأهالي، مؤكدا أنه لا علاقة للعبة تشارلي أو حبوب الهلوسة أو أي مادة مخدرة أخرى بهذه المسألة. وقال طرابلسي أن مختلف الحالات التي أقدمت على الانتحار أو حاولت الانتحار هم من أهالي البيضة وليسوا نازحين أو مهجرين. هذا وقد طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال المهوب طالب وزير العدل ووكيل وزارة الداخلية بحكومة الأزمة بموافاته بالتحقيقات في حوادث ظاهرة الانتحار التي شهدتها مدينة البيضة مؤخرا. ودعا المهوب وكيل وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، معتبرا ذلك إرهابا وعبثا بالأمن القومي حسب تعبيره. وطالب المهوب وزير العدل المكلف بحكومة الأزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة. قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الإعلان عن لجنة الحوار سيتم خلال اليومين القادمين بعد تفويض رئاسة المجلس بتشكيلها. وأضاف صالح أن المجلس أوصى بالإسراع في اعتماد قانون الميزانية ودعوة رئيس حكومة الأزمة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضة للاجتماع مع لجنة من المجلس وبحث الإيرادات لتمويل الميزانية، ذلك بالإضافة إلى مطالبة رئيس حكومة الأزمة بتسمية الوزارات الشاغرة. في سياق متصل قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن 16 شخصا تقدموا لشغر منصب محافظ ليبيا المركزي حتى الآن. وأوضح بليحق في تصريح لإدارة الإعلام بمجلس النواب أن آخر موعد لتسلم لجنة المالية بالبرلمان لملفات المترشحين هو 22 من الشهر الجاري. أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني محمد الغصري أن وفدا من قادة عملية البنيان المرصوص وعددا من السياسيين والنشطاء من مدينة مصراتة وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو مساء أمس بناء على دعوة وجهت إليهم من الحكومة الروسية. وأضاف الغصري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوفد سيعقد اجتماعات مكثفة بوزارة الخارجية الروسية على أن يتم عقد اجتماعات مع وزارة الدفاع الروسية قبل أن يتوجهوا يوم الخميس إلى جمهورية الشيشان تلبية لدعوة من رئيسها. هذا ورأى المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي في نشرة سابقة أن روسيا من خلال استقبالها لعدد من قيادات قوات البنيان المرصوص في موسكو هي تحاول أن تلعب دور الوسيط في ليبيا مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة أمام جميع الأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر بينها.
الطرف المتمثل في القوة أو المجموعة القيادات العسكرية التي ذهبت في زيارة إلى روسيا أيضا تريد إيصال وجهة نظر أن نحن في المشهد ونحن قيادة عسكرية وقوة مؤثرة وقوة فاعلة على الأرض، لدينا قدرات عسكرية تستطيع أيضا تحجيم عملية الكرامة. بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري مع سفير جمهورية البوسنة والهرسك المعتمد لدى ليبيا إبراهيم أفنديتش سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على فيسبوك عن عماري استعراضه مع أفنديتش الأوضاع الراهنة التي تمر بها ليبيا والمساعي المبذولة للتخفيف من معاناة المواطن وتذليل العراقيل أمام المصالحة الوطنية وأرساء السلام، إضافة إلى تحقيق التوافق. من جانبه جدد السفير البوسني دعم بلاده لحكومة الوفاق والاتفاق السياسي، مبديا استعداد بلاده لتقوية العلاقة الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. أعلن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري وصول لجنة توافقات بالهيئة إلى اتفاق شامل على بنود الدستور القادم، ليتم بعد ذلك عرضه على أعضاء الهيئة والتصويت عليه في 7 من شهر مايو القادم. وأوضح المنصوري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن 9 أعضاء وافقوا على الشكل الأخير لبنود الدستور من أصل 12 عضوا يشكلون اللجنة. وأضاف المنصوري أن المسودة الحالية وضعت المبادئ العامة للدستور لتحددها السلطة التشريعية القادمة، مشيرا إلى أن الأعضاء اتفقوا أيضا على أن تتمركز السلطة التنفيذية في طرابلس والتشريعية في بنغازي والقضائية في سبها والاعتماد على نظام المحافظات والبلديات. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من البيضة عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران. سيدة عمران أهلا بك. بداية، ما المبادئ العامة في الدستور التي أحلتموها للسلطة التشريعية لتقوم بدورها بتحديدها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك تعرفي أن بعد صدور حكم المحكمة بإلغاء التعديل اللي تم فيه الهيئة التأسيسية في اللائحة الداخلية للمادة 60 اللي بناء عليها قامت بالتصويت على مشروع الدستور، ونتيجة لذلك رجع هذا المشروع للهيئة. فحاولت الهيئة مع عودة السادة المقاطعين أنها تشكل لجنة للتوافقات الدستورية. حاول هذه اللجنة أن توثق بين الاعتراضات أو المواد الخلافية اللي ظهرت في مسودة مشروع الدستور، ولذلك شكلت هذه اللجنة من 12 عضوا، 6 من المقاطعين المعارضين و6 من المؤيدين للمشروع السابق. هذه اللجنة لم توضع لها أرضية، وأتاحت لها الهيئة أن تقوم بتحديد الأرضية والفعالية لها، وألزمتها بمحاولة إخراج نصوص أو صيغ بديلة. طبعا ركزت هذه اللجنة عملها على المواضيع الخلافية المفصلية، فوجدت حلول وحاولت أن تجد حلول توافقية. طيب، بما أنك تطرقت إلى مسألة المواضيع الخلافية، هل هذا الاتفاق الشامل يعني تجاوز الملفات الخلافية التي كانت حاضرة خلال النقاش طيلة الفترة الماضية، تحديدا فيما يتعلق مثلا بحقوق المكونات الاجتماعية والثقافية؟ نعم، طبعا قصة المكونات هي قصة أخرى، لأن عندنا إحنا السادة كتبوا مقاطعون والسادة الأمازيغ أصلا لم يدخلوا في انتخابات الهيئة، وهذا اللي احنا سعيين به الان الخطوه القادمه، ان احنا نحاول ان توافقوا مع طبعا احنا متوافقين مع الطوارق، لكن بالنسبه للساده السبو والساده الامازيغ احنا ممكن عندنا اجتماعات قادمه الفتره القادمه هذه نحاول ان احنا نستقطبوهم او نتوافقوا معهم، لكن المواضيع الخلافيه لا تقتصر على المكونات فقط، المواضيع الخلافيه تقتصر تشمل عده مواضيع، منها نص الشريعه النص الحاكم، ومنها السلطة التشريعية، وما إذا كانت ستكون غرفة واحدة أو غرفتين، كيفية تشكيل هذه الغرفة الثانية، الاختصاصات. أيضا كانت في هناك خلافات تتعلق بآلية انتخاب رئيس الدولة، ولدينا أيضا خلافات حول المادة المتعلقة بالثروات، وما إذا كان تتحدد نسبة لتوفير مشاريع بديلة أو سيتم إحالة ذلك للقانون. أيضا كانت عندنا إشكالية في موضوع الجنسية والاختلاف عليها، وهل تبيح الهيئة الزواجية الجنسية أو غيرها.
فكلها تقريبا وجدت فيها اللجنة نصوص أو صيغ بديلة. طبعا اللجنة هذه توافق 9 من أعضائها من أسس 12 عضوا، ثلاثة الأعضاء لم يتوافقوا معنا. طيب بما أن تم التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل، ما الخطوة التالية؟ الخطوة التالية طبعا الهيئة دعتنا لجلسة عامة إن شاء الله يكون يوم 7 من الشهر القادم. الجلسة هذه سيطرح فيها المقترح الذي توصلت إليه لجنة التوافقات، إضافة طبعا إلى حق الأعضاء بقي الأعضاء في تقديم ما يشاؤونه من المقترحات، ونأمل أن احنا نصوت عليه ونصل للنصاب. لو وصلت الهيئة للنصاب 41 نعتبره نفس ما أقرينا مشروع الدستور، ويحال بعد ذلك إلى يتم اختيار مجلس النواب لإعداد قانون الاستفتاء وحل المفوضية العامة على الاستفتاء. عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشاطنا لازالت متواصلة وفيها بعد الفاصل. افتتاح مستشفى جرنادا للإسعاف والطوارئ بعد 6 أشهر من إغلاقه. لجنة الأزمة وعمداء بلدية الجنوب وبلد مصراتة يبحثون الوضع الأمني وتبعية القوى الثالثة وحل الأزمات المعيشية في المنطقة. بلدي ترهون يقرر إغلاق الطريق مع مدن مجاورة ويتهم أطرافا خارج المدينة بتأجيج الصراع عقب اشتباكات خلفت قتلى وجرحى. لجنة التوافقات في الهيئة التأسيسية تقرر التصويت على مسودة الدستور في مايو المقبل بعد توافقات وصفتها بالشاملة حول بنود الدستور. أهلا بكم من جديد. أكد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن إجمالي ما تم بيعه من النقد الأجنبي لأرباب الأسر بلغ حتى الآن أكثر من 90 مليون دولار. وأضاف مركز طرابلس أنه يواصل تخصيص وإيداع الأموال لكافة المصارف التي بدأت في تلبية الطلبات المقدمة إليها من أرباب الأسر، وذلك من خلال منظومة النقد الأجنبي للأفراد والتي أطلقها المصرف في 12 من شهر أبريل الجاري في سياق تخفيف حدة الطلب على العملة الأجنبية. في سياق آخر أكد المصرف أنه لم يطلب من المواطنين أي بيانات شخصية حول حساباتهم المصرفية أو بطاقاتهم الإلكترونية بخصوص العملة الأجنبية الخاصة بأفراد الأسرة والمقدرة ب 400 دولار لكل فرد. قال نائب رئيس إدارة الخطوط الجوية عبد العاطي المشرخي خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأمس داخل مطار معيتيق الدولي عقب انتهاء مهندسي الشركة وفنيها من صيانة طائرة إيرباص تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية، قال إن الاعتماد على فريق ليبي في هذه المهمة يعتبر إنجازا هو الأول من نوعه على مستوى ليبيا. تم إنجاز هذا الفحص من نوع C2 على أنظمة التحكم وهيكل الطائرة ومحركاتها، والذي يعد من أهم وأكبر الفحوصات التي تقوم بها الشركات الطيران على أسطولها الجوي. ولأول مرة يقام مثل هذا الإنجاز في ليبيا وفي منطقة المغرب العربي، رغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي تمر بها الشركة والوطن. من جهته قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا شرف الدين سعد خلال المؤتمر الصحفي إن هذا الإنجاز سيمثل حافزا للمزيد من العطاء، مؤكدا أن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا سيعمل جاهدا لمساندة الشركة ومختلف الكفاءات بها. فاليوم يشرفنا نحن في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا أن نشارككم هذه الفرحة التي تجسدت بأبناء هذا الوطن رغم الظروف الذي نعرفها جميعا وتماذا تمر به هذه الشركة، ولكن نقول لكم نحن في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا نحن معكم قلبا وقالبا. نظم عدد من موظفي شركة الخطوط الجوية الإفريقية بمحطة مصراتة وقفة احتجاجية دعوا فيها الجهات المعنية في الدولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشركة، وطالب المحتجون مجلس إدارة الشركة بالالتزام بحقوق الموظفين وحفظ مال الدولة واحترام النظام الأساسي للشركات وإلغاء التعديل على السجل التجاري، إضافة إلى الإبقاء على مهام وصفات أعضاء المجلس.
استعرضت الجمعية العمومية بالشركة العامة لكهرباء تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للعام المنصرم، وأيضا تقرير هيئة المراقبة، بالإضافة لاستعراض الميزانية التقديرية للشركة للعام المالي الحالي. وعقدت الجمعية العمومية بالشركة العامة لكهرباء صباح الثلاثاء اجتماعها العادي الأول للعام الحالي برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق وبحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كجمان. أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي إنشاء غرفة عمليات خاصة بين سلاح الجو والقوات البحرية بهدف إنهاء ظاهرة التهريب. وأوضح الهجرسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن تشكيل الغرفة يأتي بعد رصد جميع الأهداف التي يحتمل أن تستغل في عمليات التهريب في عرض البحر والشواطئ. وأضاف الهجرسي أن الهدف من الغرفة المشكلة هو التنسيق بين سلاح الجو وقوات البحرية لتمشيط كافة مناطق الساحل الغربي الليبي. أفاد الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عبد السلام العكاري بترحيل 87 مهاجرا يحملون الجنسية المالية بطريقة طوعية عبر مطار معتيقة إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. وأضاف العكاري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن السفارة النيجيرية تفقدت رعاياها من المهاجرين في مقر فرع الجهاز بطرابلس، وبدأت في إجراءات السفر لتسهيل عملية عودتهم الطوعية إلى بلادهم في المدة القادمة. افتتح جنوب مدينة شحات مستشفى جرنادا للإسعافات والطوارئ بعد أن كان مغلقا لأكثر من 6 أشهر عقب مغادرة الطاقم الطبي وشبه الطبي الإيطالي الذي كان يشغله. وقال الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الأزمة معتز طرابلسي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إنه جرى افتتاح مختلف أقسام المستشفى الجراحية والتحاليل والإسعافات والطوارئ وغيرها بكفاءات ليبية حسب تعبيره. ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. لجنة الأزمة وعمداء بلديات الجنوب وبلدي مصراتة يبحثون الوضع الأمني وتبعية القوى الثالثة وحل الأوضاع المعيشية في المنطقة. بلدي ترهونة يقرر إغلاق الطريق مع مدن مجاورة ويتهم أطرافا خارج المدينة بتأجيج الصراع عقب اشتباكات خلفت قتلى وجرحى. لجنة التوافقات في الهيئة التأسيسية تقرر تصويت على مسودة الدستور في مايو المقبل بعد توافقات وصفتها بالشاملة حول بنود الدستور. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تي في عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. دمتم في أمان الله.